بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. معكم رئيسة جمعية الخير للأرامل والأيتام أمينة فايز، الحاجة أمينة فايز. احنا يا الجمعية كنشتغلوا على عدة مجالات، ولكن درنا مشروع مدير للدخل لهاد النساء الأرامل. بدينا كنديروا التسويق في هذا اول رمضان ان شاء الله اللي بدينا فيه التسويق ديال هاد المنتوجات اللي كيخدموا الارامل، باش كنشجعوا الارمله باش تخدم وداك الخدمه اللي كتخدم نتسوقوها مثلا بحال المدارس، بحال الناس اللي كيتسوقوا من عندنا. اليوم جات عندنا اول مبادره، جات عندنا المدرسه ديال ام الربيع، كنشكروه من هذا المنبر، وكنشكروا المديره ديال الاستاذه رجاء اللي شجعت التلاميذ باش يجوا يتسوقوا من التعاونيه. التعاونيه سميناها بصمه الدكتور بوصافي رحمه الله، بان كان كيجي للجمعيه وكان كيشوف الارامل وهذا، الله يرحمه، قال لك هاد الارامل خصهم يبداو يخدموا بيديهم، وهذا هو هذا فاش فكرنا باش نديروا هاد التعاونيه من وراه. وكنشكر ولا يفوتني ان اشكر المديره ديال الصناعه التقليديه لاله فاطمه الزهره بانها حتى هي كتعاون الجمعيه ماديا ومعنويا، وكنشكرها جزيل الشكر، وكنشكر الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.